هواها مصري على راديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ومن ملف الشأن الخارجي والملف الخارجي وزيارة سيادة الرئيس لمملكة البحرين، خلينا نروح للشأن الداخلي والحوار الوطني. يمكن ملف مفتوح منذ الإعلان عنه من قبل سيادة الرئيس، وبنتابع فعالياته أول بأول. ويمكن لجنة الحوار الوطني أعلنت على التشكيل الكامل لمجلس الأمناء واللي اتكون من 19 عضو. هنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي هيكون موجود إن شاء الله في الحوار الوطني. وزي ما قلت لحضراتكم فتحناه كتير الملف ده معانا، وفي اراء كتير عن ان يكون حوار وطني سياسي فقط معني بالافراج عن المحبوسين، مبني بشكل من اشكال حرية الرأي والتعبير، ولكن اعتقد هو هيتوسع وهيشمل مجالات اكتر منها الملف الاجتماعي او الملف الاقتصادي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة واحد الاعضاء من الحوار الوطني. يا استاذنا صباح مساء الفل. مساء الفل يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ سعيد جدا معاكم تنسير والحمد لله. شرف لينا ومجهود كبير هيكون على حضراتكم الفترة اللي جاية، لان الشعب المصري كله منتظر الحوار الوطني شكله هيبقى عامل ازاي، مين اللي هيتكلم، مين الاطراف اللي معنية، ايه المعايير اللي هيتم على اساسها اختيار كل من يشارك في الحوار الوطني. الحوار الوطني هو جاي في توقيته ودي رمزية حقيقة. احنا دلوقتي داخلين على احتفل بال30/6 ثورة الشعب المصري العظيمة. صحيح. عالم رجعت الجمهور الى نصابها، وان المصريين في 30/6 حلموا احلام كبيره جدا ان هم كانوا عايزين حياه افضل. السيسي خد مصر عبر مراحل في الفتره من 30/6 الى الوقت الحالي في ملفات مشتبكه جدا، محاربه ارهاب، قوى عالميه مترقصه، طريقه تفكيك الدوله، ملفات اقتصاديه وعره. احنا الان بنقف في مصر واحنا فخورين ان احنا بالنسبه لنا عملنا دولة قوية ليها جيشها القوي، مواقفها الإقليمية القوية جدا، دولة بتتطلع إن هي تنطلق إلى آفاق كبيرة جدا. طبعا. يأتي الحوار الوطني في ظل ظروف حساسة وعالمية ومهمة جدا. اللوحة اللي اترسمت دي محتاجة تكتمل في باقي أجزائها. وده اللي كان بدأه الرئيس السيسي وهو بالنسبة له من 2014 هو كان حريص ان هو يلم الشمل السياسي بحيث ان احنا ننطلق في وطن واحد وهدف واحد ونساهم في بناء هذه الجمهوريه الجديده. عجبني مصطلح حضرتك في استخدام اللوحه المرسومه. انا كمواطن مصري شايف اللوحه المرسومه للحوار الوطني مبشره حتى الان، سواء من اللجنه الوطنيه اللي شكلت او سواء من مجلس الامناء وتشكيله، واتفرج على 19 اسم مختلفين ولكن متفقين على ارضيه واحده، مختلفين المجالات والموضوعات والرؤى، فده اعتقد شكل من اشكال الصحيه للحوار الوطني. اه طبعا يا استاذ احمد، انت لو شفت التشكيل هتلاقي التشكيل فيه جوانب ان اللي موجودين فيهم على جزء كبير من الاحترافيه طبعا، ومنهم تاريخ ومن التخصص، قامات وطنيه سواء كانت مؤيده او معارضه او في الوسط، تنوعها اللي هو المرتبط بالشأن العام والمرتبط بالسياسة الصرفة اللي اهتمامات بالجزء الاجتماعي. فبصراحة لجنة ميزتها ان هي قوية جدا وفي نفس الوقت معبرة، عشان كده تلاقي ان كثير من قوى المعارضة والموالاة هي لما شافت اللجنة استبشرت طبعا، قالت حوار جاد وطريقة الاختيار الأكاديمية الوطنية لأفراد اللجنة اللي هتدير الحوار بهذا الشكل ان الحوار ده هيكون انطلاقة لبناء تصور جديد للشكل المشاركة الوطنية في رسم اللوحة دي. يعني احنا كان كلنا بنتمنى ان احنا اللوحة بتترسم، عايزين بقى طب نقول طب رأينا فيها ايدي. ففرصة جات لنا ان احنا بالنسبة لنا كالمهتمين بالشأن العام سواء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي لوضع اللمسات والمشاركة. وبعدين مهم ان احنا نعرف ان احنا دايما كنا في الحوارات لما بنكون في موقع المعارضة ومعناش معلومات ومش فاهمين طبعا، تتحول إلى ظاهرة كلامية. إنما لما هنشتبك اشتباكات حقيقية ونسمع بعض ومع الدولة على ملفات أساسية هيكون الحوار ده ثري جدا. وبالتالي كل واحد لما هيقول موقف هو لازم يكون مبني على خلفيات. أنت قلت كده ليه؟ طب الكلام ده المعلومات اللي عندك إيه؟ طب لو هتقدر تشارك وعندك إضافات هتشارك في إيه؟ متفائل بالجهات المختلفة إن هيبقى في تدفق للمعلومات؟ انا متصور كده، لانه هو اللي عمل الحوار واطلقه السيد الرئيس. وانا متعود من الرئيس السيسي بصراحه ان هو ما فيش كلمه بيقولها ما بينفذهاش، وطالما دخل في الملف ده كالمعتاد. يعني انت حضرتك احنا يبقى كده معناها ان الملف ده اوان حسمه وانهائه طبعا بشكل كدي. ف
فطالما هو قال، بس المهم في القوى السياسيه ان هي تنتهز الفرصه وتكون على قدر المسؤوليه. انما انا لا اشك لحظه في جديه مؤسسه الرئاسه وحتى الحكومه في قصه بناء حوار وطني حقيقي اشتباك مع الملفات، وهي جريئه. يعني انت شفت اللي هو الجزء بتاع ملكيه الدوله للاصول طبعا بطريقه على الهواء، واللي هو عنده ملفات يشتبك، هم ما عندهمش حاجه مخبيينها، هم وعنده استعداد يسمع، فملفات شديده الحساسيه في الاقتصاد بتقتحم. فانا مستبشر جدا من مناقشه الموضوعات في الحوار الوطني. هو بس في قصه الحوار الوطني احنا محتاجين عشان ننظمه ونخرج بمخرجات ممكن تستفيد منها الدوله بشكل حقيقي والقياده السياسيه، ان احنا نقدم حاجه ينفع يستفاد منها. نقدم برسبكتيف ثاني او زاويه رؤى ثانيه مبنيه على دراسات ومبنيه على وجهات نظر، بحيث يبقى فيه وجهه نظر بتقول كده وجهه نظر بتقول كده، وهو قدام متخذ القرار يبص من الناحيه دي او من الناحيه دي. فما نبقاش بنضيع في وقتهم وبنزود الاعباء من خلال الصراع السياسي، لا احنا بنثري عمليه الحوار السياسي اللي ممكن يضيف للدوله المصريه. وانا متفائل صراحه بوجود حضرتك ان شاء الله وبارائك وبالاختلافات اللي ممكن تحصل في وجهات النظر متفقه ما فيهاش خلافات، غير ان هو اختلافات في وجهات النظر، وده الشق الصحي. كل شكر لحضرتك، كل شكر للاستاذ هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، ويشرفني تكون ضيفنا في استوديو حال بلدنا، نستفيد في كل الموضوعات وكل الرؤى اللي عند حضرتك من خلال سواء الحزب او من خلال كمواطن مصري عنده اراء للاصلاح الفتره اللي جايه، سواء الاصلاح السياسي او الاقتصادي. 1-99-9 ورقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.